كيف تعمل الخلية الحسية؟ كيف تعمل الخلية الحسية؟ طيب، ما هي إجابة كيف تعمل الخلية الحسية؟ أول شيء، يؤدي تنبيه الخلية الحسية بمنبه نوعي كافي. شايف، ركزنا، رجعنا نبهنا أو ركزنا على منبه نوعي وكافي. إذا تنبه الخلية، كان نوجد المنبه النوعي والكافي، إيش بيسوي؟ يؤدي إلى تغيير نفوذية غشائها لشوارد الصوديوم التي تدخل إلى الخلية. إذا نحن بالأحوال الطبيعية، طبعا في القسم اللي كان محذوف من إحساسات الخلايا وكذا، إنه كان غشاء الخلية خارج الخلية بيكون إيجابي لوجود شوارد الصوديوم كثيرة، وداخل الخلية سلبي. فالمنبه في النقطة اللي بينبه فيها شو بيسوي؟ بيخلي القنوات تبع الصوديوم تنفتح، فبصير تبدأ تدخل شوارد الصوديوم باتجاه داخل الخلية. هذا بخفف الإيجابي من خارج الخلية وبيزيده جوا. فشو بيصير؟ شوي شوي بقل الفرق بيناتهم، لحتى شو بيصير؟ إيجابي جوا وبرا سلبي، بينعكس الاستقطاب. هذا الانعكاس هو عبارة عن حالة التنبيه اللي بدأت تسوي كمون مولد وبعدين يصير سيالي عصبي. طيب، إذا يؤدي تنبيه الخلية الحسية بأي نوع كانت من الخلايا الحسية نفس الطريقة، أي وحدة منهن إن كانت آلية أو ضوئية أو كذا، فالمنبه بيعمل نفس العمل، بيؤدي إلى تغيير نفوذية غشاء الخلية هاي لشوارد الصوديوم التي تدخل إلى الخلية. بعد ما تدخل يتغير نتيجة لذلك استقطاب غشاء الخلية في المنطقة المنبهة. إيش معناته استقطاب؟ كلمة استقطاب يعني في قطبين، موجب وسالب. إحنا قلنا غشاء الخلية من برا موجب ومن جوا الخلية شو بيكون؟ سالب. وقت اللي أنت نبهت في نقطة من نقاط الخلية، في هالنقطة هاي وكأنه بدك تتخيل وكأنه هالمنبه سوى، فهل القنوات، طبعا فتح قنوات الصوديوم، بلشت شوارد الصوديوم الموجبة تدخل إلى داخل الخلية. كانت داخل الخلية سلبي، فزاد عند الإيجابي، صار يزيد يزيد لحتى صار موجب جوا وبرا شو؟ سلبي. وين؟ فقط مكان التنبيه، نقطة التنبيه نفس. زين، يتغير الاستقطاب، فبصير القطب الإيجابي جوا والسلبي برا بعكس باقي أقسام غشاء الخلية. يؤدي ذلك إلى تشكيل كمون مولد. هل تغيير الاستقطاب هذا بيتشكل شيء اسمه الكمون المولد في الخلية الحسية؟ تزداد قيمته بزيادة المنبه. كل ما كان المنبه أقوى بيكون الكمون المولد أكبر. كل ما كان المنبه أكبر أو شدته أعلى، فبيكون أشو المولد المتشكل بيكون أشو أكبر. إذن يؤدي ذلك إلى تشكيل كمون مولد في الخلية الحسية، تزداد قيمته بزيادة شدة المنبه. طيب، بعد إيش بصير؟ الكمون المولد هالأغبخة بدوره إيش بده يساوي؟ بده يعطي كمونات عمل. إذا نقول يثير الكمون المولد كمونات عمل، يثير كمونات عمل في محور الخلية الحسية، في محور الخلية الحسية. طبعا هذا الكمون العمل، كل ما كان الكمون المولد أكبر بده يصير في عندنا كمونات عمل أكثر. لهالسبب المنبه كل ما كان كبير بحس الواحد بقيمة إنه مثلا تنبيه، ويكون ضوء قوي وضوء ضعيف. أنا شلون ميزت بين ضوء قوي وضوء ضعيف؟ صوت قوي وصوت ضعيف، شلون ميزت؟ لأنه وقت بيكون منبه قوي معناته في كمون مولد أكبر، والكمون المولد الأكبر بيعطي كمونات عمل أكثر. وإذا أعطى كمونات عمل أكثر بيعطي إحساس بالتنبيه أكبر كمان. إذا يثير الكمون المولد كمون عمل في محور الخلية الحسية، ويزداد عدد كمونات العمل المتشكلة بزيادة قيمة الكمون المولد. إذا كل ما كانت قيمة الكمون المولد أكثر، كل ما كانت كمونات العمل المتشكلة أكثر. إيمت بتكون قيمة الكمون المولد أكثر؟ عندما بيكون شو؟ عندما بيكون المنبه أكبر. إذا كل ما كان المنبه أكبر، إذا عملنا سلسلنا هاي، كل ما كان المنبه أكبر بيكون شو؟ الكمون المولد أكبر. وكل ما كان الكمون المولد أكبر بيعطي كمونة عمل أكثر. وإذا كان كمونة عمل أكثر بيعطي إحساس بقيمة منبه أعلى. تمام، مفهوم؟
طيب آخر شيء عندنا، ينتقل كمون العمل، هل تشكلت كمونات العمل ان كان 1 2 3 10، لان كمونات العمل هاي بتنتقل على شكل سيالي عصبي. لوين بدها تروح؟ على المركز العصبي المختص. إذا المركز العصبي المختص، كلمة المختص هنا نقصد بها أن مثلا إذا كان المنبه ضوئي الضوئي الموجود في الفص القفوي، وإذا كان المنبه صوتي بيروح على الفص الصدري، وإذا كان المنبه لمس وألم كذا بيروح على الفص الجداري، وهكذا كل واحد على الباحة المخصصة له.